هيكون معانا استاذ محمد منير المتحدث الرسمي لوزاره الثقافه. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذه ألفت، واهلا بكل الساده المشاهدين، وسعيد ان انا معاكم النهارده. احنا كمان سعداء جدا وسعيده بالاقبال اللي على معرض القاهره للكتاب، سعيده جدا ده اول يوم. حضرتك شايف ده دلالاته ايه يا فندم؟ دلالاته ان مصر بتقرا، وان الشعب المصري بيبحث عن المعرفه، والمعرفه موجوده دايما في الكتاب. الكتاب هيظل متربع على عرش الثقافة المصرية، وتظل مصر هي قبلة الثقافة والفن والإبداع في الوطن العربي وفي العالم كله. عايز أقول إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 اللي بتقام برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتح هذه الدورة بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يعني عايز أقول إن هو عيد للكتاب، وعيد للثقافة، وعيد للمبدعين والمثقفين والأدباء. حالة أكثر من رائعة لما النهاردة أول يوم بيستقبل المعرض الجمهور ويبقى كل هذا الكم. حضرتك كنت متوقع الكم والحضور ده في الأجواء البرد دي كمان؟ ما هو علشان كده أنا عايز أقول إن بطل المشهد الحقيقي هو الجمهور المصري العظيم اللي قدم صورة حضارية رائعة النهاردة للعالم كله. أنا عايز أقول لحضرتك النهارده كم وكالات الانباء العالميه اللي كانت موجوده وتتنقل صوره المصريين وهم داخل معرض واروقه معرض الكتاب وبهذا النظام. هي كان شيء مبهر. وطبعا مع كل الاجراءات الاحترازيه اللي حضرتك ذكرتيها، بكل الخدمات المقدمه، بالتطويع التكنولوجيا كمان، بخدمه الثقافه والفن في معرض الكتاب اكثر من شكل. القاعه الجديده اللي بنفتتحها لاول مره هذا العام، معالي وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم دايما بتبحث عن الجديد اللي احنا نقدمه، الخدمه الثقافيه اللي يجب انها تقدم للمواطن المصري. يعني كان السنه دي في قاعه 5 لاول مره بنعمل معرض للطفل ولكتاب الطفل. يعني عايز اقول الحاله اكثر من رائعه. هي عايز اقول يعني هي فسحه للاسره المصريه، فسحه في رحاب الثقافه والفن والفكر والابداع. زي ما حضرتك ذكرتي، احنا في معرض القاهره الدولي للكتاب هذا العام يمكن 1063 ناشر، 51 دوله، اليونان هي ضيف الشرف هذا العام ايضا. يعني احنا دلوقتي في انتظار بس كمان حصر الاعداد، ولكن خلينا اقول لحضرتك ان الالاف موجودين من الساعه 9 مساء، 9 صباحا اسف، من قبل يعني الافتتاح. بنفتح الساعه 10 وبنقفل 8، وفي الايام اللي هي العطلات الرسميه بيبقى لغايه الساعه 9. احنا في انتظار يعني دلوقتي الاعداد اللي دخلت النهارده ان شاء الله هنعلن عنها. كمان الجميل ان السنه دي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطويعه في خدمه الثقافه. هنشوف شخصيه المعرض طبعا الكاتب والكبير والاديب الشهير يعني يحيى حقي. فيعني عاملينه بطريقه الهولوجرام، فتقدري وانت واقفه تساليه السؤال وهو يجاوب عليكي. شيء ايضا في مبدع قاعة خمسة طبعا طبعا. وعايز اقول قاعه 5 كمان للاطفال في النظارات المجسمه، لما بيخشوا في قصه من القصص هم بيبقوا جزء من القصه. يعني عايز اقول النهارده دكتور هيثم الحاج كان بيسال هي ليه فاصله شحن، وكان مهتم اهتمام بكل التفاصيل. يعني طبعا طبعا، لان هي حاله جميله جدا. يعني قصص الراحل عبد التواب يوسف، شخصيه دوره الـ هذا العام بالنسبه لمعرض كتاب الطفل، بتخش في قصه من قصه والنظارات اللي هي 3D. يعني عايز اقول بتدي حاله جميله للاطفال، بالاضافه للانشطه والفعاليات المقدمه للطفل، سواء ورش حكي، سواء ورش فنيه، سواء ورش تفاعليه مع الدكاتره اللي بيقدموا هذه الورش. حاله جميله جدا النهارده. يعني استاذ محمد انا عايز اقول لحضرتك يعني كل التعب راح لما شفنا الابتسامه على وجوه بس المصريين. المجهود كمان واضح جدا، خليني اقول لحضرتك واضح التنظيم عالي جدا هذا العام. فكره الحجز اونلاين دي حاجه كويسه جدا عشان ما يبقاش في تكدس على شباك التذاكر. انتوا عاملين تيسير في كمان، عايز اقول عربيات للصحه موجوده للي عايز يحصل على الفاكسين، يعني يستغل اليوم بالمره يبقى يوم كله افاده. انتوا عاملين حاجه محترمه جدا. كنت عايزه اسال حضرتك، لو احنا اسره مكونه من اب وام وشاب وطفل، تقول لنا نتبع اليوم ازاي عشان ينجح وابقى اخذت اكبر فايده من المعرض، نعمل ايه؟ طب خلينا الاول نقول ان كمان ان في فئات معالي الوزيره وجهت الدكتوره ايناس عبد الدايم ان يبقى دخولهم بالمجان، وتسهيل الدخول ليهم زي ذوي القدرات الخاصه وكبار السن.
دول وليهم مسار خاص في الدخول، في عربيات كهربائيه زي ما حضرتك ذكرتي بتنقلهم من البوابات الى القاعات اللي هم رايحينها. طيب احنا دلوقتي عايزين نروح نستمتع بالمعرض وعايزين نلف او عايزين نعرف الاول المعرض قبل ما نروح، نقدر نخش على المنصه الخاصه بمعرض القاهره الدولي للكتاب، ومن خلال هذه المنصه نقدر نشوف كل المكتبات ودور النشر المشاركه داخل المعرض. نقدر ان احنا نحدد كمان الكتاب اللي احنا عايزينه، لو حد مش قادر ان هو يجي في هذا العام، يعني وزاره الثقافه مع وزاره الاتصالات ممثله في هيئه البريد، يعني في كمان خدمه توصيل الكتاب الى المنزل بسعر رمزي جدا. تقدر تختار اكتر يعني لغايه 5 كتب يوصلوا لك بمبلغ زهيد جدا جدا جدا، ويوصل لك لغايه البيت في خلال يوم او في خلال يومين بالكثير. دي خدمه برضو اتعملت مع يعني تسهيلا للناس. كمان نقدر نخش نحجز التذاكر بتاعتنا من على المنصه الالكترونيه، ونتوجه الى باب 3 اللي هو المخصص للدخول. بنخش عندنا 4 قاعات، القاعات الاولى والثانيه دي قاعات البيع، القاعه الثالثه هي قاعه ل يعني الحاجات الخاصه بالناشرين العرب والاجانب الدول العربيه والاجنبيه، وهي قاعه عرض رئيسيه، دي قاعه العرض الرئيسيه. وقاعه 2 وقاعه 1 هم قاعات بيع، وقاعه 4 ايضا من قاعات البيع. نقدر نتوجه الى الاجنحه، نقدر نطلع نتعرف على البرنامج الثقافي. البرنامج الثقافي ساري جدا وفيه شخصيات مهمه جدا، وبيناقش قضايا مهمه جدا، وبيناقش افكار جديده، وبيناقش حاجات اكثر من رائعه تزيد عندنا الحصيله الثقافيه والمعرفيه. نقدر ان احنا كمان ان احنا نقدر نتعرف على الندوه اللي احنا عايزين نخشها، ونقدر يعني كله على صفحه الموجودة، كل تفاصيل المعرض موجودة على الصفحة موجودة بتاعتها. على صفحة المعرض على الكتاب، وعلى الموقع الرسمي لوزارة الثقافة موجود كل البيانات أول بأول على طول بنطلعها. نشكركم على كل المجهود الموجود ده. اتفضل. يعني عايز أقول بس إن يعني هي دعوة لكل المصريين النهاردة، يعني عدد الألاف اللي كانوا موجودين النهاردة في المعرض دي، يعني أعتقد إن هي بداية موفقة جدا جدا، والتزام الجمهور بكافة الإجراءات الاحترازية ده كمان زادنا حماس على إن احنا نستمر إن شاء الله يعني في الأفضل خلال الفترة القادمة. شكرا يا فندم. شكرا جدا أستاذ محمد منير، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة.